بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بعد ما تكلمنا عن المعركة، معركة البدر، انتهت المعركة، وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم، لأن حكمها لم يكن قد شرع يوم ذاك. وقد حكى عبادة بن الصامت ما حدث قائلا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس، فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارها يهزمون ويقتلون، وكبت طائفة على المعس على المعس مع مع معسكر يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة أخرى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حماية للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصيب العدو منه غرة، يعني فجأة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم ماذا قالوا؟ نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو، لما بعض من قريش هربوا، فالمسلمون ألحقوا بهم، فهؤلاء طلبوا العدو، قالوا: لستم بأحق بها منا، فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حماية، قالوا: لستم بأحق بها منها، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. فنزلت قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين، أي بالتساوي يعني، ومما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشاركين فيها، كما في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. وقد أسهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا بها في المدينة، يعني لم يخرجوا إلى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم بعض الأعمال، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم الغنيمة، أو لعذر مباح، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة. الغنائم جميع أموال التي يحصل عليها المجاهدون في حربهم مع الكفار تسمى إما غنيمة وإما فيئا، إما غنيمة أو فيئا. والفرق بينهما أن الأول الغنيمة يكون في المال الذي أخذ بالقتال، وأما الثاني الفيء يكون مما أخذ بدون قتال، أي ترك الكفار وانهزموا واستسلموا دون معركة ولا عملية عسكرية كما يقال. كما قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء
والله على كل شيء قدير. والواجب الشرعي في الغنيمة هو أن يقوم الإمام، إمام الأعظم أو أمير المجاهدين أو المسؤول أو القائد، يقوم فيهم بجمعها، يجمع الغنائم وتقسيمها إلى 5 أقسام. قسم منها يوزع على الجهات التي ذكرها الله عز وجل، الجهات التي ذكرها الله عز وجل في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما الأربعة الأقسام، هذا قسم، أما أربعة الأقسام الأخرى فتوزع بين المجاهدين المقاتلين الذين شاركوا في القتال، وذلك بإعطاء سهم للرجل الفارس، عفوا للراجل سهم، يعني الذي يحارب بسيفه أو ببندقيته، وللفارس 3 أسهم لأن مشقة عليه، يقود الفرس ويقاتل عليه، يكون سهم له للفارس وسهمان للفرس لأكله وشربه وإلى غير ذلك، مصروف له، وهذا إذا استعملت الخيل في القتال، ويكون هذا المال حلالا طيبا لجيش المسلمين، وقد أباح الله عز وجل كما قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذه بالنسبة للغنيمة، فكلوا مما غنمتم. بالنسبة تقسيم، أما المقصود بالخمس فهو خمس الغنيمة ومصارفه أين يصرف، مصارفه 5 كما في الآية الكريمة ذكرناها. سهم لله ولرسوله، يعني لله ولرسوله ما معنى؟ يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين، لأن الله عز وجل جعله له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد الله عز وجل. يعني مثلا لو فتحوا تحفيظ قرآن مجانا، يفتح بهذا المال تحفيظ قرآن أو مدرسة قرآنية مجانية، لأن من الغنيمة هذا لعامة المسلمين، أو مسجد فإن يصرف للمسجد. فإذا لم يعين الله عز وجل له مصروف، دل على أن مصروفه لمصالح العامة. سهم آخر، سهم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام من بني هاشم وبني المطلب، ويستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم كذلك. اليتامى أيضا قسم ثالث، اليتامى وهم الذين فقدوا آباءهم وهم صغار دون البلوغ، والفقراء المحتاجون، الفقير الذي لا يجد قوت يومه، أما المسكين يجد لكن لا يكفيه. والخامس وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع الذي يحتاج إلى مال ليرجع إلى بلده ولو كان غنيا، حتى يرجع إلى بلده. هذه مصارف الغنيمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل. هذا قسم كما ذكرنا. أما الأمر الآخر بعد ما تقسيم الغنائم كما قلنا في منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة، أخذت الأسرة إلى المدينة، وقد أرسل زيد بن الحارثة أو عبد الله بن رواحة
ليزف البشرى إلى أهل المدينة بفوزهم وبظفرهم في المعركة، وقد تلقوا النبأ بسرور بالغ مشوب بالحذر من أن لا يكون مؤكدا، يعني ظنوا بأنه قد يكون غير أكيد هذا، لأن بشر جاء من صحابيين ربما أخطأوا بالخبر. فقال أسامة بن زيد: فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارة، يعني وجدوه أسارة ودهشت السوداء رضي الله عنها عندما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل، فقالت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى الله وعلى رسوله، أي تؤلبين؟ فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقي بالحبل أن قلت ما قلت، يعني ما ملكت نفسها. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر الأسارة، ماذا يفعل بالأسارة؟ إحنا عندنا في الإسلام الأسير يتعامل مع 4 حالات. الحالة الأولى إما يمن، أي يطلق سراحه من غير مال هكذا لوجه الله، وإما مقابل مال وهو الفداء، وإما القتل يقتل، وإما استعباد يستعبد يكون رق وعبد للمسلمين. الله عز وجل قد ذكر: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فعندك حالتين، 4 حالات: إما من تمنها، تمن على الأسير وتتركه لوجه الله، وإما تقتله، وإما تجعله عبدا، وإما يسترق. نعم. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الأسارة، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم بحجة ماذا؟ أن في ذلك قوة للمسلمين. أبو بكر قال: فدية. قالوا يعني بحجة من هذا؟ دليل على قوة المسلمين على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. ورأى عمر قتلهم، رأي عمر عكس رأي أبو بكر. أبو بكر قال: فدية، أخذ منهم فدية. وعمر قال: لا، نقتلهم لأنهم أئمة الكفر. ومال الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي من؟ لرأي أبي بكر. فنزل قول القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو قوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الإثخان هو القتل، حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، يعني تريدون مال ما فدية، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن، إما يقتل وإما الفداء وإما المن، وإما يصار إلى أن يكون عبدا، ما عدا الأطفال طبعا والنساء، إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقد تباين فداء الأسرى، فمن كان ذا مال غني، أسير لكن غني، أخذ فداءه 4000 درهم، وممن أخذ منه 4000 درهم أبو وداعة، وأخذ من العباس، عباس يومئذ عم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مسلما، أخذ من العباس
أوقية، ومن عقيل ابن أبي طالب 80 أوقية، دفع عنه العباس، يعني دفع عن عقيل، وأخذ من آخرين 40 أوقية فقط. وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا ماذا؟ يطلقوا سراح سعد بن النعمان بن آكال الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. ومن لم يكن لديهم مقدرة إلى الفداء ما عنده مال، ما يستطيع، ماذا يفعل؟ كانوا يعرفون الكتابة، جعل فداءهم أن يعلمون أولاد الأنصار الكتابة مقابل فدية. روى أحمد في سنن في مسنده عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، ما عندهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فجاء غلام يوما يبكي إلى أبيه، ولد يبكي أبيه، فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذح بدر. بذح البدر يعني حقه، يريد ينتقم انتقام بدر، والله لا تأتيه أبدا. وكانوا يقبلون من بعض الأسرى ما عندهم إذا تعذر، يعني المفروض عليه، ما يجب عليه يدفع، ما عنده لا كتاب ولا مال، فكان فقط يترك. فقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة لها لتفدي من؟ هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها كان غير مسلم، أبا العاص بن الربيع، فردها لها، وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: خلاص ما يحتاج، ما دام بنت رسول الله. وبهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء، وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يقدر على الفداء بأي شيء من الأشكال، بأي شيء شكل من الأشكال، أي عمل. منهم طلب المطلب بن حنطب المخزومي، وصيفي بن أبي رفاعة، وأبو عزة الشاعر. ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعا بدون فداء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. وذلك لما قام به من حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من هجرته إلى طائف، ذكرنا هذا، ودورة في تمزيق صحيفة المقاطعة ذكرنا في الحضارة السابقة. وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في ترك فداء العباس، يعني قالوا: عباس عمك لا تأخذ. قال: والله لا تذرون منه درهما، يعني خذوا منه. وذلك على الرغم أن العباس ذكر أنه كان مسلما، وأنه خرج مستكرها، يعني هو قال بأنه أنا مسلم، كنت خرجت للقتال مستكر مجبرا يعني. وفي طريق العودة إلى المدينة قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء، يقال بأنه قتله علي رضي الله عنه، يقال عقبة بن معيط بمنطقة حرق الظبية. لكن هذه الأحاديث بعضها لا تصح، وذلك يعني لضعف بعض الرواة. وتلك نهاية الجبروت والشجاعة الزائفة من كفار قريش، فقد رأينا موتهم وقتلهم. أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا،
قد حكى أبو عزيز شقيق مصعب بن عمير وهو بين رهط من أسرية الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسرى كانوا الأسرى كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعطوا خبز والتمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بهذا الرجل، لأن أخوه كان مات شهيدا في أحد وكان سفير أول السفير في الإسلام، وأسلم الكثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها، منهم العباس، عقيل ابن أبي طالب، نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، خالد بن هشام، عبد الله بن السائب المطلب بن حنطب بن الحارث، أبو وداع، الحارث بن صبيرة، كثير منهم أسلموا. كانت موقعة بدر ذات أثر كبير في إعلاء شأن الإسلام، ولذا سميت في القرآن بيوم الفرقان، وأوضحت الأحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة، فقد جاء في صحيح البخاري، ذكر البخاري بابا في فضل من شهدها، أي من شهد البدر، وفي قصة حارثة بن سراقة الذي أصاب حادثة حارثة بن سراقة الذي أصاب سهم طائش يوم بدر وهو غلام، وجاءت أمه تسأل عن مصير يوم القيامة، مصير ابنه يوم القيامة، فبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن له جنان كثيرا وأنه في جنة الفردوس. الله أكبر، هؤلاء أصحاب البدر، ويأتي من يأتي يطعن بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليهم من الله ما يستحقون الذين يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة قصة مشهورة، الذي أرسل إلى قريش بخبرهم بنية الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فكشفه الوحي وعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أول آية نزلت يا أيها، أول آية من سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذه الآية نزلت، وقال عمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمر حين طالب بقتله قال نقتله، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طبعا سأله لماذا صنعت يا حاطب؟ قال عذره بأنه ليس خيانة لكن حتى يحفظون أهلهم في مكة ولا يقتلونهم، ليس أحد، لا يوجد عنده أحد أن يحميهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. لما قال عبد بن عبيد حاطب يا رسول الله لا يدخل أن حاطب النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب أو لجميع من شهد بدرا بأنه من أهل الجنة وقد غفر لهم. وكان لبدر أثر عميق، أثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبوادي الجزيرة العربية، فقد استعل المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين، فانخذل اليهود وجاهروا بالعداوة مما كان سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة كما سيأتي. وأسلم من زالت الغشاوة من عينيه ونافق من أضله الله حفاظا على مصالحه الخاصة، وعلى رأس عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال حين ذاك هذا أمر قد توجه، أي استقر فلا مطمع في إزالته، يعني مستحيل أن
نزيل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزيل ما استطاع. ومن بين من عرف بالنفاق من أخبار اليهود بالمدينة زيد بن صليط ورافع بن حريملة، رفاعة بن زيد بن التابوت، سويد بن الحارث، سعد بن حنيف، نعمان بن أوفى بن عمرو، وأخو عثمان بن أوفى، سلسلة من أهل النفاق في ظهرت أسماءهم. ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشرك المدينة، الأول مشرك اليهود، نفاق اليهود من أحبار اليهود، أما مشرك المدينة، نفاق مشرك المدينة إضافة إلى عبد الله بن أبي بن سلول، زوى بن الحارث، جلاس بن سويد وأخوه الحارث بن سويد، نبتل بن الحارث، مربع بن قيظي وأخوه أوس بن قيظي، حاطب بن أمية بن رافع، وغيرهم من شلة المنافقين. وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه، ومات على النفاق من مات منهم، وسيأتي أخبار كثيرة منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث السيرة. يستفاد من هذه هناك أحكام وحكم من غزوة البدر. لقد تضمنت أحداث غزوة بدر أحكاما وحكما كثيرا، من أهمها جواز الكناية بالعدو بقتل رجالهم، وجواز النكاية بالعدو بقتل رجالهم وأخذ أموالهم، وإخافة طرقهم التي يسلكونها لما في ذلك من ضعافهم، ضعاف معنويا واقتصاديا وغير ذلك. وأيضا يستفاد جواز استخدام العيون، العيون يعني حاسوس، إحنا ليس جاسوس، جسد العيون يسموه، لكشف أحوال العدو وإفشال خططه. أيضا يستفاد تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على مبدأ الشورى لأهل الحل والعقد وعامة المسلمين، وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. فالأدلة في القرآن كثيرة، منها وشاور في الأمر، ومنها والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمر شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون إلى غير ذلك، وأدلة كثيرة من السنة ومن خلفاء الراشدين كذلك. أيضا يستفاد من هذا جواز المبارزة بإذن الأمير، وهذا قول عامة أهل العلم، وأيضا مساواة بين الجندي وقاعد في السلم مثلا والحرب، سواء يعني مساواة، وقد اتضح ذلك من قصة سواد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقتاد منه، قال أريد أن القود، يعني حينما أراد أن يضرب على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعدله من كان خارج بطنه أمام الصف، فأراد أن يأخذ منه حقه. ذكرنا هذه القصة مع صحابي سواد، فقبل بطنه، قال لما صنعت ذلك؟ قال أردت أن يكون آخر عهدي يلمس جلدي بجلدك، صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وعن الصحابة. ومن فعل الخلفاء من بعده أيضا أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. كذلك جواز في فداء الأسرى أو المن عليهم أو القتل إذا وجد المصلحة، القائد هو الذي يقرر. أيضا يستفاد لا حرج من قتل الأسير كما ذكرنا قبل أن يصل إلى يد الإمام، إذا وصل يد الإمام ليس لك على يد القائد، مثلا
ربما في الحرب أسير يدك، لكن هذا لا تستطيع أن تأخذه معك أينما تذهب، لأن حرب فلا تستطيع أن تربطه أيضا في مكان، فتقتله حسب رأي المصلحة. الإنسان ينظر على المصلحة. كذلك يستفاد حلة الغنيمة لهذه الأمة وقسمتها على المقاتلين بعد تخميسها كما ذكرنا، وكذلك من قتل قتيلا فله سلبه، أو من قتل قتيلا فله سلبه، يعني متاعه. إنسان قائد إذا قال من قتل فلان لأنه يقتل كثير من المسلمين له سلبه، يعني ما في جيبه، ما في متاعه، كله له من غير غنيمة، وهذا على شرط أن يكون المقتول من المقاتلة المقتول، وليس ممن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وهم النساء والصبيان والشيوخ وغيرهم. وأن يكون في المقتول منفعة غير مضخ بالجراح، يكون فيه منفعة، وأن يقتله أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول، يعني يقطع يده أو رجله أو غير ذلك، يعني جراح شديد، وأن يقرر بنفسه في قتله. فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين فقتله فلا سلب، يعني عشوائي، الذي يرمي عشوائي لا، لابد أنت تقتله وأنت قاصده. أيضا يستفاد من هذه المعركة، معركة دلت واقعة قضية الأسرى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد، والذين ذهبوا إلى هذا وهم جمهور علماء الأصول استدلوا على ذلك بمسألة الأسرى، أسرى بدر، وإذا صح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد صح منه بناء على ذلك، على أن يخطأ في الاجتهاد ويصيب، غير أن الخطأ لا يستمر، بل لا بد من أن تنزل آية من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد إما مصيب وإما مخطئ، إذا أخطأ نبهه الله عز وجل، وإذا أصاب أقره الله عز وجل. أيضا يستفاد الأصل أن يبذل المسلمون كافة جهودهم في الإعداد للمعركة، المسلمون حالتهم يرثى إليهم الآن، ليس لهم لا أسلحة ولا شيء، مشغولين بالرز والدجاج، مشغولين بجمع الأموال، ما مشغولين بتصنيع عسكري، ما يعرف الأعداء أي لحظة يهجمون علينا، وذلك الآن أذلونا، بل أذلنا الله عز وجل بسبب كسلنا وإهمالنا. نبه الله عز وجل، أيضا يستفاد من هذا، نبه الله عز وجل المؤمنين إلى حقيقة هامة، وهي ألا تجعلوا حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة الدينية وحدها، مهما كانت الحال والظروف. وإذا عالج الله، ولذا عالج الله تجربة رؤية الغنم، لما شافوا الغنائم مع الحاجة والفقر عندهم واختلافهم فيها، ومسألة الأسرى بوسائل تربوية أيضا دقيقة، يسألونك عن الغنائم عن الأنفال، والله عز وجل أفتى ماذا يفعلون. لا، الإنسان لا ينخدع بالغنائم ولا بالمال، والصحابة بشر هم، قد يعني الفقير لما يشوف طعام ينبهر، كذلك هم فقراء كانوا ومطرودين من بلادهم المهاجرين، والأنصار شاركوا، مهاجرين شاركوا مع المهاجرين، شاركوا بأموالهم وأنفسهم مع المهاجرين. الفقر مشكلة، أن الله عز وجل أراد أن يعلمهم، قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أيضا إن أهل البدر مغفور لهم يوم القيامة، أما أحكام الدنيا فإنها تؤخذ منهم ويعاقبون عليها إن أتوها، كما وقع
لقدامة بن مضعون عندما حد في الخمر. هم مغفورون لهم يوم القيامة، أما في الدنيا إذا وقعوا بالمعصية يحد عليهم. نعم، أيضا إن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة أن يقيم في العرصة مكان 3 أيام، هذا ذكرنا، هذا يدل على الانتصار. كذلك يستفاد من السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم في مكانهم، يعني كما حدث لشهداء بدر، واحد وأحد كذلك، وألا ولا يصلى عليهم كما ثبت بالسنة لشهداء أحد. لماذا؟ لأن صلاة دعاء والشهداء ما يحتاجون إلى دعاء، قد غفر لهم. وكذلك تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة، على سبيل المثال ما روى أو ما روي عن من أن أبا عبيدة ابن الجراح قتل والده الجراح يوم بدر. هذا من يفعل هذا؟ فقد جعل والد أبي عبيدة يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم ذاك، فيحيد عنه الابن، فلما أكثر قصده فقتله، فنزلت قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني هو كان يهرب من أبيه، وأبوه كان يحاول أن يواجهه، فلما واجهه قتله أبو عبيدة، وهذا ليس بسهل. إلى هنا نتوقف، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.